كنتواجدوا في ساحة أوطا حمام. عمري ما سمعت شي حمام قديم بحال هذا الحمام. طلعوا لهذاك الجامع اللي الفوق واللي حتى هو عنده واحد القصة اللي عجيبة. حتى نطلعوا لتماك وغادي نعاود لكم القصة. تماك كاين واحد المنظر اللي هائل وبحال هذا الفرانيت اللي كتشوفوا فيه قدامكم دابا، عنده تقريبا واحد الجمال طبيعي. يا سلام. الشاون والشيشات في 1471 أسسها الشريف مولاي علي بن راشد. لماذا أسسها؟ اللي ما عرفش واش غادي نكملوا الطريق للشرافات ولا نرجعوا للشاون، مهم غادي نمشيو الليله عليها. طالعين دابا للكهف، الطريق شويه صعيبه، كاين الحجر كاين الحافه. سمعت كاين شي دراري هنا كانوا دخلوا ليه دخلوا ليه او تما سبعين. سمعتي كاين اللي كيقول هنا كاين المملكه ديال شمهاروج، وكاين اللي كيقول كانوا داخلين وطاحوا واقيلا وسط شي حفره ولا شي. اجا نتوما جيتو تشوفوا الخوت. السلام عليكم الخوت، انا اليوم كنتواجد في سادس اجمل مدينه في العالم، الجوهره الزرقاء شفشاون. وانا جالس كنتسنى في الفطور كنتامل في الجمال وفي الروعه ديال المناظر الطبيعية اللي عندنا في بلادنا، خصوصا في هاد المدينة اللي فيها انا دابا، مدينة شفشاون. انا كنفطر وفي نفس الوقت كنفكر علاش اللي ما نديرش شي فلوق اللي يكون مميز على اي فلوق داز من قبل، وكيف ما كنقولوا يكون خارج الصندوق، يعني يكون شي حاجة اللي استثنائية. هنا غادي تجيني في راسي واحد الفكرة، واللي هي انني غادي نجمع بين ثلاثة العناصر واللي كنظن ان عمر شي حد مجمعهم من قبل، واللي هما: نجمع اولا بين المناظر الطبيعية والاماكن الرائعة اللي كتمتاز بها مدينة شفشاون، ثانيا نجمع ما بين الثقافة والتاريخ واهم الاحداث ديالها، اما ثالثا واخيرا بغيت نجمع حتى عنصر التشويق والغموض والاثار، وهكا النتيجة غادي تكون شي حاجة اللي استثنائية ومميزة. اول حاجه كتير انتباه ديالك ملي كتوصل لمدينه شفشاون هما هاد الصناقي وهاد الطرقان اللي فيها. انت غادي كتمشى وفي نفس الوقت كتمتع بهاد اللوحات الفنيه البسيطه اللي كتشوف قدامك. حنا دابا الخوت كنتواجدوا في ساحة أوطا حمام واللي هي القلب النابض ديال مدينة شفشاون. من بين الحوايج الزوينة اللي عجبوني في هاد المدينة هو أنها كتجمع بزاف الشعوب والأجناس، كتلقى كل واحد منين جاي وكلهم جالسين في بلاصة واحدة. حليت هاد البلاصه اللي جلسنا نتغداو فيها، كتلقى شي جالس مع شي، الصغير مع الكبير، المغربي مع الاسباني ولا الانجليزي، المهم كلشي خوت وكلشي حباب. الخوت راه المدينه فيها بزاف المعالم الاثريه بحال هاد الفرانيت اللي كتشوفوا فيه قدامكم دابا، عنده تقريبا اكثر من 487 سنه، راه تحفه تحفه تبارك الله. تخيلوا معايا الخوت، عمري ما سمعت شي حمام قديم بحال هذا الحمام اللي كتشوفوا فيه قدامكم دابا، عنده حوالي 500 سنه. الخوت ملي نساليو التورناج ضروري نديرو فيه شي تحمحيبه. هاد البلاصه اللي حنا فيها دابا الخوت هي راس الماء، وحتى هي من الاماكن الرائعه اللي كاينه في مدينه شفشاون، واحد الجمال طبيعي. يا سلام.
خوت الاحساس اللي كيجيك وانت جالس حدا الواد وكتسمع في الصوت ديال الماء وحاط حداك واحد الكويز ديال اتاي ولا قهيوه. راه ما يمكنش الصراحه ما كدبوش ملي قالوا هاد الجلسه كتحيد الضغط والتوتر والقلق وكل شيء، كتخليك تدخل في واحد الحاله ديال التامل والاسترخاء اللي خطيره بزاف. الخوت دابا غادي نطلعوا لهداك الجامع اللي الفوق، هداك الجامع سميتو جامع بوزعافر واللي حتى هو عنده واحد القصه اللي عجيبه، حتى نطلعوا لتماك وغادي نعاود لكم القصه. تما كاين واحد المنظر اللي هائل ورائع، يلاه معايا. تخيلوا معايا واخا كاينه واحد الجبده باش توصل للجامع الفوق، لكن واخا هكاك والله ما كتحس بها، ما كتحسش بها مع هاد الطريق وهاد المناظر الرائعه اللي كتشوف قدامك. وخاصكم تعرفوا هاد الشيء غير باقي ما وصلناش للفوق، اما ملي غادي نوصلوا راه واحد المنظر تماك اللي رهيب، وحتى بنادم كيجي على قبله وكيضرب هاد الطريق كامله غير باش يوصل لهداك المنظر اللي الفوق. تخيل معايا بنادم كيجي من كل بقاع العالم. لكن بلاتي بلاتي قبل ما نطلعوا وقبل ما نعاود لكم البلان ديال هاد الجامع والقصه ديالو، واحد الحاجه الخوت اللي خاصكم ضروري تعرفوها هو ان هاد المدينه وراها واحد تاريخ كبير وعريق، وراها بزاف ديال القصص والاحداث للاكثريه فيكم ما عارفينهاش. داكشي باش الخوت حنا دابا كنتواجدوا حدا المنزل ديال الشريف علي الريسوني واللي هو المؤرخ ديال مدينه فشاون واللي عارف جميع الاحداث اللي وقعوا فيها، وهو اللي غادي يعطينا اللاصق ديال بصح وغادي يعطينا اهم الاشياء اللي وقعوا فيها. راه هذا هو المنزل ديالو الخوت، وهذا المنزل هذا نيت راه حتى هو عنده تاريخ كبير وعنده مئات السنين، وهو اللي بناه نيت مولاي علي بن راشد، يعني مولاي علي بن راشد هو المؤسس ديال مدينه فشاون. وهذا السيد نيت اللي جايين عنده دابا راه من نسب شريف كيرجع لمولاي علي بن راشد. اللي ما كيعرفش مولاي علي بن راشد هو اللي غنى عليه نعمان الحلوف هذيك الاغنيه ديال يا فشاوني النواره واللي بدا بها الاغنيه ديال الخوت على بركه الله. يلا نمشيو عنده. العبد الفقير إلى الله، مولود بمدينة شفشاون، العبد الضعيف من الأشراف الريسونيين العالميين الأدارسة، مولود بالضبط 12 أبريل 1943 لما كانت الحرب العالمية الثانية ما زالت مشعلة. اليوم طلب مني الأخ الكريم أمين النقيطي، أهلا بكما في هذا المنزل المبارك الذي هو منزل المؤسس، هذا منزل مؤسس المدينة مولاي علي بن موسى بن رشيد، حيث أسسها في 1471. كانت سبتة قد سقطت بيد البرتغال في 1415 818 هجرية، البرتغاليون أكلوا سبتة واستولوا عليها ولم يدفعوها للإسبانيين إلى سنة 1640. في ذلك التاريخ سلمت سبتة من البرتغاليين إلى الإسبانيين وما زالت بيدهم. الشاون هي نتيجة هم في القلب، لأن المؤسس كان له هم وغم وأحزان تتعلق بمصير البلد المغرب الأقصى خلال تعاظم قوة البرتغال وضعف قوة العالم الإسلامي. العالم الإسلامي يضعف بقدر ما يضعف بقدر ما يزداد الغرب قوة، خاصة وأن الآلات كانت قد بدأت تظهر في أوروبا. فعلى كل حال الشاون أسست في 1471، أسسها الشريف مولاي علي بن راشد. لماذا أسسها؟ لمقاومة البرتغال. البرتغاليون كانوا قد احتلوا طنجة في 1471 واحتلوا أصيلة في ذلك التاريخ، وبالإضافة إلى أصيلة احتلوا القصر الصغير وعينهم على فاس. لكن مولاي علي بن موسى بن راشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصنديد، الشاب الصنديد، استطاع أن يكون هنا نواة للمقاومة ضد البرتغاليين. فجاء الناس من كثير من الأصقاع إلى الشريف يعلنون له البيعة، فبايعوه على سمع الطاعة والقتال والجهاد في سبيل الله. فبقي بين قتال البرتغال وبين إنشاء إمارته إلى أن توفاه الله سنة
512 ميلادي. جاءت بعد السعديين الدولة العلوية ودخل مولاي رشيد دخل إلى شوشاون، جاءت معركة ود المخازن شاركت فيها مدينة شوشاون، جاء احتلال بريطانيا الإنجليز لطنجة شاركت شوشاون، جاء احتلال الإسبانيين لتطوان في 1859 شاركت في المعارك مدينة شوشاون، ثم جاءت المعركة الحاسمة في 1913 مع الإسبانيين، الإسبانيون الذين ضربوا شوشاون بالقنابل. المستمعون ربما لا يعرفون هذه القضية لكن أقولها لك لتعرفها ولتعرف بها. الإسبانيين استعملوا بتعاون مع الفرنسيين قنابل ضربت شوشاون في 1925 الطيارة، وسميت هذه السنة 1925 سميت عام الطيارة، العام الذي الطائرات كانت تخرج من وزان وتضرب مدينة شوشاون في ذلك التاريخ. لماذا؟ لأنها قاومت الاستعمار الإسباني. المقاومة الأولى كانت للبطل الزعيم مولاي أحمد الريسوني رحمة الله عليه مدفون في الريف، ثم جاءت المقاومة الأخرى لمحمد بن عبد الكريم الخطابي رحمة الله عليه مدفون في القاهرة، واحتلوا الإسبانيين احتلوا المدينة في 1920، فبقوا 7.5 سنين ما بين تطوان وشوشاون، 60 كيلومتر الآن نقطعها في ساعة إلا ربع، لكن الإسبانيين احتاجوا ليقطعوها 7.5 سنوات من الكفاح، كفاح المدينة. يحاولون بعد 1913 وهم يحاولون الوصول إلى شوشاون، بالفعل وصلوا أكتوبر 1920، ولكن المعارك لم تنتهي إلا في 1924 عندما أرغموا على الانسحاب الريتيراد، ثم رجعوا في 1926 إلى هنا إلى مدينة شوشاون إلى أن خرجوا سنة 1956. هذا الجانب التاريخي. من بعد ما تعرفنا على الجانب التاريخي ديال مدينة شوشاون، أجي دابا نكملوا الطريق ديالنا للجامع الفوق. صراحة الخوت واحد المنظر من هنا، يا سلام، المسجد جا في القمة ديال الجبل وكيطل على شوشاون كاملة. لكن واخا هكاك تسألت مع راسي وقلت علاش تبنى هذا المسجد بعيد على المدينة، يعني شنو السبب وعلاش أصلا تسمى بهذا الاسم ديال بوزعافر. وأخيرا وصلنا الخوت للجامع، ولكن راه واحد المنظر من هنايا، يا سلام، واحد المنظر رائع. أما بالنسبة للقصة ديال هذا المسجد اللي سميته مسجد بوزعافر، يقال أن الإسبانيين كانوا خايفين من المقاومة اللي غادي يديروا المغاربة، يعني كانوا خايفين من هذوك التجمعات اللي غادي يديروا في مسجد واحد، يعني كان مسجد واحد فقط في المدينه. قالوا شنو غادي نديروا، شنو غادي نديروا باش نمنعوا هاد التجمعات، اجي نبنيو لهم مسجد في كل منطقه. وداكشي نيت اللي داروا، ومن بين هاد المساجد هاد المسجد اللي كنشوفوا فيه دابا ديال بوزعافر. اما بالنسبه للاسم ديال بوزعافر، سمي بوزعافر على المقاول الاسباني الذي بناه، كان عنده الزعفر، الزعفر هما الشوارب، الشوارب. فكانوا عملوه الإسبانيين من أجل إظهار حسن النية أمام المغاربة. لكن هذا المسجد من نهار تبنى وهو بقى مسدود حتى لهذ السنة الأخيرة عاد تحل، يعني هذك السنوات الكاملة كان مسدود، حتى لهذ السنة الأخيرة عاد حلوه وبدأوا كيصليوا فيه الناس. النهار شدينا الطريق باش نمشيو لواحد الكهف اللي سمعنا عليه بزاف القصص والاحداث اللي وقعوا فيه، والصراحه انا شخصيا ضرني راسي باش نشوفه ونكتشفه، حيت بصح على ما سمعنا داكشي فيه الغموض والاثاره وشويه ديال الرعب. لكن تحنا من زهرنا النهار اللي بغينا نجيو فيه عاد ما كان الجو خيب بزاف. احنا دابا الخوت خرجنا من الشاون وشادين الطريق ديال الشرافات، غير هو دابا ملي طلعنا الجبل راه كاينه الضبابه بزاف وكاينه الشتا، راه صراحه ما كيبان والو. شو على المنظر كيفاش داير هاد الزهر عندنا حتى حنا، حتى بغينا نجيو للكهف عاد صبات الشتا والضبابه. تحرك واحد البرد وواحد الشتا راه ما يمكنش، الدنيا كامله ولات مضبه
ما عرفتش واش غادي نكملوا الطريق للشرافات ولا نرجعوا للشاون. مهم غادي نمشيو الليله عليها ونشوفوا شنو غادي نلقاو تما. عرفتي واحد البرد راه ما يمكنش. شوف الاجواء كيفاش دايره. شوف راه ما كيبان والو الضبابة. مهم غنشوفوا. ملي وصلنا للشرافات وتمينا طالعين للكهف الجو عاد ما زاد خياب وصعاب، وحتى حنا تكرفسنا شويه وحتى الماتيريال صبات عليه الشتا، وهنا في الحقيقه ما قدرناش نزيدو نخامرو اكثر. قلنا جينا نضربوا الطاجين ونرجعوا غدا ان شاء الله ولا بعده، وديك الساعه غادي نصوروا داكشي اللي جينا عليه. خوت بسم الله اخي عاد مجيد ازيد بسم الله وحيد الكاميرا. واش الخوت احنا رجعنا لكم عاوتاني من جديد. كيف ما شفتوا البارح كان الشتا وكان البرد، يعني كان واحد الجو خطير اللي ما قدرناش نطلعوا فيه للكف، لكن دابا بان لينا شميشه، يعني جينا الغد ليه ما تعطلناش ما مفاكينش والو. دابا بان لينا الجو مزيان، كاينه شويه شميشه، غادي نتوكلوا على الله وغادي نطلعوا ونشوفوا شنو غادي نكتشفوا. يلا الخوت. حنا مازال الخط طالعين دابا للكاف، كيف ما كتشوفوا الطريق شويه صعيبه، كاين الحجر كاين الحافه، غير هو واحد المنظر طبيعي من هنايا. يا سلام شوف تبارك الله ما شاء الله هنايا الطبيعه كيفاش دايره. تخيلوا معايا الخوت حنا غاديين في هذا الطريق اللي كلها ريسك وكلها مخاطر، كيف ما كتشوفوا الحجر والحافه، ديرها ولاها طيح وما يلقاوكش. تخيل معايا رغم هاد الطريق كامله ورغم هاد الخطوره كامله، غادي نتفاجئوا بهاد الامهات المغربيات اللي بالنسبه ليا بطلات خارقات. تخيل معايا هازين شجره فوق كتافهم وغادين بيها في هاد المنحدرات، الصراحه كيعجز اللسان عن التعبير في هاد اللحظه. المهم بما ان هذه هي طريقنا، قلنا نسولوهم على هاد الكهف اللي سميتو كهف مولاي عبد القادر. مولاي عبد القادر سمعت بكاين شي دراري هنا كانوا دخلوا ليه دخلوا ليه لو او تما سبع ايام د الليل وسبع ايام د النهار. سمعتي وتاخروا جبدوها من جبدوها من مهلوكين مساكين شحال بقاو يداويوها. واش كانوا كياكلوا تما؟ التراب. تنتفكوا رجلهم في الماء ساكن طاحوا في شي كاف غاره وبقاو يجبدوا التراب هيدا وياكلوا مساكين يلحقوا هيدا التراب وياكلوا. كيف ما سمعتوا الخوت، الناس ديال المنطقه كامله عارفين القصص اللي وقعوا في هذا الكهف، وهذا الشيء بالضبط اللي خلانا نزيدو نتشوقوا باش نشوفوه ونكتشفوه. واخيرا وصلنا الخوت، واخيرا وصلنا. هو الكهف هو هذا، ما يمكنش. واحد السكات هنا رهيب. وهذا الخوت الكهف صراحة هادشي في قمة الغموض. الخوت قبل ما ندخلوا للكهف بغيت نعود لكم بعض القصص وبعض الأحداث اللي وقعوا في هاد الكهف، زائد تعرفوا شنو هو هاد الكهف وشنو فيه الداخل. أولا اللي خاصكم تعرفوا هاد الكهف فين كيدي. كيدي لأكبر بحيرة جوفية كاينة في المغرب، وهاد البحيرة الخوت هي اللي كيمشي لها واحد شوية، غير واحد شوية كيمشي للأقشور، يعني أقشور هذاك الشلال الكبير اللي كتشوفوا راه غير شوية دايز من هاد البحيرة غادي الأقشور، يعني كيف ما قلنا هذه هي أكبر بحيرة جوفية كاينة في المغرب. أما الحاجة الأخرى اللي خاصكم تعرفوها هو هاد الكهف وقعوا فيه بزاف د القصص وبزاف د الأحداث اللي قالوهم لينا الناس ديال هاد المنطقة، يعني هاد الشيء كامل ما جيناش وخرجناه من ريوسنا. القصة الأولى الخوت اللي كيقولوا الناس ديال هاد المنطقة هو كانوا شي جوج دراري بغاو يدخلوا لهذا الكهف، لكن من الوقيته اللي دخلوا ليه تلفوا وما بقاوش عارفين الطريق فين هي، يعني ما بقاوش عارفين الطريق فين هي، والمشكله ما عندهم لا ماكله ما عندهم لا اضاءه لا حتى شي حاجه، بقاو حاصلين تماك. تخيل معايا كياكلوا في التراب، تخيل معايا كلاو التراب بالجوع وبقاو تماك لمده ديال سبع ايام الخوت. سبع ايام الخوت وما عندهمش الماكله، لكن لحسن الحظ ديالهم كاين الماء، يعني كانوا كيشربوا قدروا يعيشوا وبزز باش الناس ديال الدوار والناس ديال المنطقه اكتشفوا باللي دوك جوج دراري اختفاو. لحسن الحظ ديالهم واحد جوج مراوات قالوا لهم راه شفنا شي جوج دراري دخلوا لهنايا، عاد دخلوا عندهم وعاد جبدوهم
وكان في واحد الحاله يعني يرتلاها. اما بالنسبه للقصه الثانيه الخوت كيقولوا باللي هنايا كانوا شي 6 ولا 5 دراري دخلوا حتى هما لهاد المغاره، لكن في هذه القصه هي في كاين الرعب وفي كاين الغموض. كيقولوا ان هاد 5 دراري ما رجع فيهم حتى شي واحد من غير دري واحد فقط. والمشكله هاد الدري اللي كيسكن هنا اللي ولد هاد المنطقه يعني ما بقاش نورمال ولا مسطي. داكشي باش الناس خرجوا بزاف الاساطير كل واحد شنو كيقول. كاين اللي كيقول هنا كاين المملكه ديال شمهاروج، وكاين اللي كيقول صاحبي خلعتينا صاحبي هكاك صاحبي بس هذا بس. كيف ما قلت لكم الخوت كل واحد هنا شنو كيقول. كاين اللي كيقول كاين المملكه ديال الجن، كاين اللي كيقول كاين المملكه ديال شمهاروج، كاين كل واحد شنو كيقول. لكن الصراحه ما عرفتش انا شي تفسير لهاد المغاره، ما عرفتش شي تفسير زعما اللي منطقي. بلا ما نزيد نطول عليكم كثر الخوت، يلا وندخلوا دابا المغاره ونكتشفوا شنو فيها. الخوت دابا غادي ندخلوا للكهف، واخا في الحقيقه قضيه شويه مظلمه، ما كنصحش شي واحد يجي يدخل بلا معدات بلا اضاءه بلا داكشي. حنا غادي نحاولوا ندخلوا غير البلاصه اللي فيها الضوء ونشوفوا شنو غادي نكتشفوا. يلا يا بسم الله صافي هذا الضوء ياك تبارك الله. صراحة خوت واحد الإحساس رهيب. شوف ما تزيدش تغرق بزاف، راه كاين الماء انت الا تولي طايح ولا شي حاجة. بسم الله شوف الفوق واو خوت، راه واحد الديكور هنا يا سلام. خوت هاد البلاصه اللي بغيتي تدخل ليها خاصك معدات وخاصك شي واحد اللي يكون حافظ الطريق واللي يدخل معاك. ماشي ما كاينش الماء هنا بزاف. ها يا الله واخا يديتي لينا البيل وخليتينا هنا. أنس تقدر تزيد؟ ما كاينش الماء ما كاينش. شوف حدا مع واحد سمعت باللي شي دراري كانوا داخلين وطاحوا واقيلا وسط شي حفره ولا شي. جيتو ماجي تشوفوا الخوت ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. كاين واحد الطريق وسط الحجر تما يعني خاصك تدخل ناعس تما ناعس. خاصك تدخل ناعس. الخوت ما هزيش معنا الماتريال خليه المرة اخرى. الى بقيتوا معايا حتى لهنا ووصلتوا معايا حتى لهاد الدقيقه الاخرى غادي نعرفكم باللي ما سخيتوش بهذا الفلوغ يسالي، لكن اللي خاصكم تعرفوا هو ان هاد الحلقه غادي تكون هي اول حلقه من واحد السلسله جديده ديال لي فلوغ. الى بغيتوا نشوفوا مدن اخرى ونتعرفوا على مناطق اخرى ونعيشوا مغامرات واجواء اخرى، ما عليكم غير ديروا لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم وتكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات على المدينه الجايه اللي بغيتو نزوروها، وعلاش لا الحلم ديالنا يكبر ونشوفو مدن اخرى اللي خارج المغرب. كنتمنى الخوت الحلقه تكون عجباتكم وتكونوا عشتوا معايا هاد الاجواء الرائعه وهاد اللحظات الممتعه اللي عشتها في مدينه شفشاون.